العلاقة بين الموسيقى والدين والفلسفة. لماذا الدين والفلسفة؟ احنا كما نعرف ان الأنشطة النظرية البشرية تتقسم الى 4 مجالات: الدين وهو المجال الوحيد المقدس، والفلسفة والعلم والفن. طبعا تندرج الموسيقى تحت الفن. بالعادة يكون في صراعات بين المجالات الأربعة خلال مراحل الفكر الإنساني، وكالمعتاد المهيمن بالعادة هو الدين، وفي بعض المراحل الفلسفة، وممكن نشهد الآن قوة إلى مجال العلم خلال 3 عقود الأخيرة، أو عفوا 3 قرون الأخيرة، بعد ما أسس لنفسه نظرية أو رؤية للكون خاصة استبعدت أي، يعني أصبح قوي جدا العلم الآن. خلال فترة الصراعات هذه يعتقد بأن الدين كان سابق على الفلسفة، والفلسفة سابقة على العلم وعلى الموسيقى، فبالتالي يعتقد بأن الفلسفة والدين هما مجالان يانعان بالنسبة إلى الناشئ الصغير وهي الموسيقى. وبهذا أصبحت العلاقة بين الموسيقى والدين والفلسفة ليست علاقة بقدر ما هي وجهة نظر الدين والفلسفة تجاه الموسيقى. طبعا الترحيب بالضيف القادم لنا من أشبه البلدان ببلادنا، الأستاذ خليل المويل من الأحساء، وهو أستاذ موسيقي ومهندس أيضا. مما لا شك فيه أن الفن هي أولى الوسائل اللي استخدمها الإنسان في الإفصاح عن نفسه، عن مشاعره، عن حالات إنسانية يريد أن يوصلها للناس. الموسيقى هو أحد الفنون اللي استخدمها الإنسان في التعبير عن ذاته والإفصاح عن نفسه ومشاعره. الموسيقى فن من أسمى الفنون الجميلة، يتميز بطبيعة خاصة. شلون؟ فهو الفن الجمال السمعي الذي يستطيع الإنسان في جميع بقاع الأرض أن يفهمه ويستوعبه، بالرغم من اختلاف اللغات والعادات والتقاليد. ما تحتاج أن أنت تفهم أي لغة من اللغات لكي تفهم الموسيقى. الموسيقى لغة الصوت، لغة النغم، لغة الجمال. في من الفلاسفة من يرى أن الموسيقى المصاحبة للشعر أفضل من الموسيقى اللي مجردة بس بآلات موسيقية، وأن تناغم الكلمات مع الموسيقى يجعلها واضحة. هذا المدرسة الأولى في الموسيقى. بعد أن كانت غامضة، طبعا مين من الفلاسفة اللي يحث على هذا الموضوع؟ أيضا هيجل. هيجل أيضا من الناس اللي يقول أن يجب أن تكون المباشرة في الموسيقى، يعني لازم نحط شعر ونحط عليه لحن يناسب هذا الشعر لكي تصل فكرة الإنسان أو فكرة الفنان للمتلقي. بينما فيلسوف ألماني اسمه آرثر شوبنهاور قال له هالحكي غير مو بصحيح يا كانت وانت يا هيجل. قال الموسيقى فن قائم بذاته، الموسيقى لغة بحد ذاته مستقل عن الشعر. ليش أنا أستخدم الشعر؟ ليش أنا أستخدم أوضح ما أريد أن أوضحه بشعر بليرك؟ يعني ليش؟ فالموسيقى عند شوبنهاور تستطيع أن تعبر عن أهدافها بوسائله الخاصة دون الحاجة إلى وسيط مثل الكلمات. يعني المقام عبارة عن أصوات متتالية، صوت بعد صوت بعد صوت بعد صوت،
كل صوت يختلف عن الصوت الآخر بدرجة صوتية معينة، بدرجة فريكوانسي معينة، ببعد وقاعدة فيزيائية معينة. اختلاف هذه القاعدة تكون لنا اللي هو المقام الذي يعبر عن حالة إنسانية معينة. ففي بعض المقامات لها طابع فرايحي، لها طابع مثل مقام العجب مثلا، في بعض المقامات لها طابع شجني مثل مقام الحجاز، في بعض المقامات لها طابع حزن، يعني فيها زي مقام الصبا. احنا قلنا بأن الموسيقى علم لأنها تستخدم قوانين فيزيائية ورياضية، فيها حسابات وفيها calculations وفيها، وكذلك لغة لأنها تعطينا حالة إنسانية بتوصلها حق الناس، وهي فن لأن يعطيك شعور إنساني جميل. فهي أنا أقدر أستطيع أن أعرفها باختصار أن الموسيقى فن وعلم ولغة. هنالك أيضا أساليب أدائية غنائية يطلق عليها مقامات، ولكن هي مش مقامات. يعني مثلا عندنا في المنطقة حقة العراق أو إيران أو تركيا يستخدمون بعض القوالب الموسيقية التي أو هي ألحان على مقامات، على قوانين مقامات معينة، ويطلقون عليها مقام. وهذا لبس عندنا احنا في المنطقة. أما في الإنجليز لا، music scale it is a music scale. أوكي؟ فمثلا عندنا مقام الدشت أو مقام الإبراهيمي أو الأورف. الدشت هو مقام أو أسلوب أدائي على يستخدم قانون مقام البياتي. هو ليس مقام أو هو ليس سلم موسيقي بحد ذاته، هو أسلوب أدائي معين بقالب معين لحنوه أو لحن قبل فترة طويلة فصار كقالب نحط عليه أذان، نحط عليه دعاء، نحط عليه قصيدة، نحط عليه نعي، نحط عليه أوكي، فصار زي القالب الموسيقي. أنا أعتقد لا يوجد في المجتمع أزمة جمال بالعموم في المجال الموسيقي، كلنا فنانين وحلوين، كل واحد يخلق فنان جميل. بينما تكمن المشكلة وين فيه؟ وين؟ عندما حاول تجار الموسيقى بجميع أنواعها سواء كانت دينية أو كانت النوع الآخر طربية، يوم تدخلوا في الموضوع في هذا المضمار اهتموا في أعمال تجارية تفتقد للمضمون والفكرة واللحن الضعيف. عندي رسالة بسيطة إنما أحمله من رسالة في علم وفن الموسيقى هو لنشر الجانب الإنساني والروحي والفكري والفلسفي، وليس مجرد نغم وألحان عابرة فقط. هكذا أفهمها أنا، بغض النظر بأي آلة كانت، بحنجرة، بعود، ببيانو أو غيرها من الآلات الموسيقية. فالموسيقى والنسق الكوني واحد، إنها داخلك، فدقات قلبك موسيقى تعزف بطريقة متناسقة كي تعيش، لو اختلت تموت. في مجتمع الذي يقدر الموسيقى تجد روح الفريق، تجد الانضباط، تجد الطاعة، طاعة للذوق العالي وإلى المدرس الرائع، وفي نوع من الوجدان المتعلق بشيء عالي. هذا الشعب الذي يتربى على هذا النمط لابد أن تكون تربيته عالية راقية. حسن. يعني نحن شعوب فعلا فقيرة في مجال الموسيقى، ويبدو أن
المسألة اللي أنت لم تتطرق لها بشكل جيد، وأنا في تصوري ذهبت للإنشاد على أساس يمكن برضو نحذف الرأي عن مسألة تدخل الدين في المسألة وتأثيرها على القضية الموسيقية، ويمكن هناك عدم وجود وعي وفهم إلى مسألة تأثر الموسيقى في الوجدان الإنساني، وهذا وجد نوع من التناقض ما بين مدرسة تقول بالتحريم وشعوب تقوم بعملية الأداء الموسيقي. أي باحث في علم الموسيقى لابد أن يشير إلى المنطقة الشرقية بفنونها التقليدية. كل الفنون التقليدية في الوقت الحاضر كلها اختفت. فنوننا الشعبية المتوارثة والمتراكمة من أجدادنا وأجدادنا اختفت، أصبحت كأنها نوع من الجرم، كأنها الرجس من الشيطان. أحسن. دخلنا في دوامة ومتاهة كبيرة وكبيرة. سؤالي هو، هل لدينا أزمة في معرفة النغم الجيد من السيء وما يرافقه من الرذائل كما أسلفت؟ وإن كان ذلك صحيح، هل هذا هو من أثر على الرأي الفقهي وليس الديني؟ لا أسميه ديني لأن الفقه هو فهم بشري لنص ديني. وكيف برأيك أن نخرج من هذا المفهوم المسبق اجتماعيا وفقهيا؟ يعني من يخلط بين الموسيقى جملة وتفصيلا أنها مجون وما إلى ذلك، فهذا يجني على الموسيقى. الموسيقى الآن دخلت المستشفيات، أصبحت مجال للعلاج بالنسبة للأطفال، وجدوا أنهم يستجيبوا للعلاج في وجود الموسيقى. الأمراض السرطانية وجدوا استجابة كاملة، استجابة كبيرة لمرضى السرطان بوجود الموسيقى. نتمنى أن تكون الموسيقى طبعا راقية وليست موسيقى تلوث، يعني أن تأخذ مجالها ومساحتها وأن يتغير هذا الفكر. شكرا. المجتمعات بكل مؤسساتها الصغير منها والكبير إذا كانت تعي ذوات أفرادها وأهمية تشكيل النمط الحسي عندهم، بتدرك أهمية الموسيقى، بتعرف أن الموسيقى تغذي الذات، وبالتالي ما يحتاج أحد يدلها على أنها تنشئ معاهد أو مراكز للموسيقى. صحيح، الموسيقى هي لغة يفهمها كل إنسان، وحتى أحيانا الحيوانات ممكن تستجيب، وهذا جانب من الجانب الطبيعي أو الكوني للموسيقى. لكن ألا يمكن أن نقول أن هنالك نحو من الأمية الموسيقية، أن في استجابة أولية للموسيقى وفي استجابة من نحو أرقى تحتاج معرفة قبلية بالموسيقى؟ هل العرضة النجدية هي العرضة في الشمال، هي العرضة في الشرقية؟ فكيف أنت يعني سجلتها العرضة كفلكلور؟ فهل أنت أعطيتها اسم واحد أو أن هي حطيتها بالتفصيل؟ أنا بغيت أعرف هذا الشيء على أساس يعني الواحد يكون مستوعب كيف صار الموضوع الفلكلوري وعلاقته بالعرضة. شكرا.